السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الأعزاء، طلاب شعبة اللغة الإنجليزية. لنلتقي النهاردة مع محاضرة جديدة من محاضرات مادة الـ Tax Accounting 2. زي ما شفنا مع حضراتكم في محاضرة الأسبوع الماضي، كنا انتهينا من الـ First Part من المنهج بتاعنا، واللي كان بيتكلم على الـ Tax on Profits of Juridical Persons. من المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله والمحاضرات القادمة، هيكون موضوعنا هو الجزء الثاني من الكتاب اللي بيتكلم على الـ Value Added Tax، أو اللي ساعات كتيرة بنختصرها بالحروف الأولى الثلاثة من كل كلمة الـ VAT اللي بنطلق عليها دايماً كلمة الـ VAT. علشان نفهم الـ VAT أو اللي بنسميها ضريبة القيمة المضافة، أو ما كان يعرف سابقاً بالضريبة العامة على المبيعات، نقدر نقول ان هي ضريبة متعلقة بعمليات الكونسومشن، الاستهلاك، سواء كان الاستهلاك ده مرتبط بالكوموديتيز او كان مرتبط بالسيرفيسز. علشان كده دايما بنوصف الفات على ان هي ضريبة indirect، غير مباشرة، بخلاف الضريبة على الدخل، سواء الضريبة على الناتشورال بيرسونز او الجوريديكال بيرسونز، كانت دايما بنعتبرها ضريبة دايركت. بمنتهى البساطة، ايه من الناس بيكسب مبلغ بيدخل له انكم خلال السنة، سواء كان ايه ده عبارة عن natural person او juridical person، وبالتالي كان بيدفع تاكس على الفلوس اللي دخلت جيبه، وبالتالي اللي بيدفع هو الشخص اللي عمل profits، عنده ارباح. لكن بالنسبة للفات، هي ضريبة، ممكن انها ضريبة بلند، عمياء، لان الحقيقة هي ملهاش علاقة بالكونديشنز بتاعت الشخص اللي بيعمل الكونسامشن. انا النهاردة كشخص بشتري اي سلعة او اي بطلب اي سيرفس، انا مجرد ان انا بطلب الحاجة ديت او بستخدم الحاجة ديت او بستهلك السلعة ديت، انا اصبحت مطالب ان انا ادفع الفات. ملهمش علاقة بقى انا كسبت كتير كسبت قليل، دي ضريبة ملهاش علاقة بالبروفيتس، دي ضريبة على ان انا هشتري السلعة او هطلب الخدمة تؤدى لي، سواء كان مستوى المادي مرتفع جدا او كنت فقير جدا، القصة ما بتفرقش. لازم طالما وانس ان السلعة ديت الدولة عملت عليها تاكس الفات، اذا انا هدفعها. مثال بسيط جدا للكلام ده التليفون. حضرتك النهاردة لو انت معاك تليفون، احدث تليفون في العالم، أي ما كان سعره 20-30 ألف جنيه، حضرتك النهاردة بتعمل باقة. الباقة ديت قد تكون بعشرة جنيه، بمية، بألف، وتفر الرقم. دايما حضرتك الباقة اللي بتعملها، أي ما كان نظامها، سواء كانت فاتورة أو فليكسات، بيكون حضرتك في جزء بتدفعه كفات، ضريبة القيمة المضافة. وده اللي كلنا طبعا لاحظناه من كام سنة لما طبقت الفات، وبدأت الشركات بتدينا ما يعادل 70% من قيمة الكارد اللي بنشتريه، كارت الشحن. وبالتالي حضرتك لو اشتريت كارت بعشرة جنيه، يعني انت ظروفك المادية مش قوي، وتليفونك سعره 50 جنيه، جايبه كده مستعمل تليفون زراير، حضرتك هتدفع 10 جنيه وهتاخد البالانس بتاعك في الكارت 7 جنيه. لو كان نفس الشخص يمتلك ايفون 11 برو، جايبه ب30 ألف جنيه، ب25 ألف جنيه، وشحن باقة ب1000 جنيه، برضو هياخد من الباقة بتاعته ما يعادل 70%. إذن دي مشكلة الفات، إن هي فكرة العدالة شوية مش موجودة. أي نعم الدولة حاولت تعالج المشكلة بتاعت الفات على إن هي تحاول تشوف السلعة اللي هي البيزك الأساسية لكل الناس بتستخدمها، وتحاول تعمل لها reduced rates، اللي هي معدلات او نسب مخفضة للفات، واحيانا بيكون في exemptions، اعفاءات. لكن الحقيقة برضو لا يزال في قطاع كبير من السلع اللي بيستخدمها الغني والفقير، برضو لا يزال عليها الفات. النهاردة هناخد بس فكرة على كل ما يتعلق بالفات، وهنعرف مع بعض، يعني هنخلص شابتر اول، هو شابتر صغير، وهنعرف بعض الكويستشنز علشان نفهم بيها الموضوع بتاعنا.
اول حاجه يمكن بعض من حضراتكم لاحظ لما انا بقول ان الكارت بتجيبه ب 10 جنيه بيديك 70%، فجايز جه في مخيله البعض ان التاكس بنسبه 30%. الحقيقه لا، هي مش 30 ولا حاجه، بس هي هنا قصه الشركات فيها، يعني الشركات الموبايلات تحديدا كان لها قصه ان هي كان في ضرائب قبل كده بتدفعها الشركات نيابه عننا، وبعد كده لما جت حاجه اسمها الدمغه، وبعد كده حاجه الفات وبتاع، يعني الشركه قالت لما نحمل الكاستمرز بكل التاكسز احنا خلاص مش هنشيل اي حاجه عن الكاستمرز، فاصبح اجمالي الضرايب 30%. لكن ال 30 ديت فيها جزء منها خاص بالفات وفيها جزء خاص بضرايب اخرى. لكن لو حضرتك عايز تعرف مثال واضح جدا جدا للفات، حضرتك لو دخلت اي مطعم من المطاعم اللي تصنف ان هي مطاعم سياحيه او اماكن سياحيه، كافيهات، فنادق، بتلاقي حضرتك دايما الريسيت اللي بتاخده او الانفويس بتلاقي كده تحت فيه حاجه اسمها الفات. الفات، اذا الفات ليها نسب معينه. هل نسبه الفات ثابته؟ هل فيها نسب فيها فاريانس؟ كل الاسئله اللي في ذهن حضراتكم هنجاوب عنها النهارده فيما يتعلق بالفات من خلال البيزك كويستشنز اللي هنبدا نتكلم عنها دلوقتي. اول حاجه بنقول what is the standard VAT rate. الحقيقة بنص القانون الخاص بالvalue added tax اللي كان طلع سنة 2016 بيسمى القانون 67، ما اسمه كده الكودي الvalue added tax number 67 of the year 2016، بيقول لي ان الgeneral او الstandard rate بنسبة 14%. ده النسبة الجنرال، الطبيعي ان السلع تخضع ل 14%. يعني انا النهارده رحت اشتري سلعه، السلعه ديت البرايس بتاعها 100 جنيه او السيرفيس اللي انا عايزها تؤدى ليا قيمتها 100 جنيه، ده اللي هو بنسميه الليست برايس. لكن لو السلعه ديت سبجكت للفات هتلاقي حضرتك الراجل يقول لك لو سمحت اديني 100 دي ليا بلس 14 pounds ديت للفات، اللي انا كشخص كتاكس بير انا هاخدها اروح اسددها بنفسي للتاكس اثوريتي. ده معناه ان الشخص ده هنا اصبح مطالب يدفع نوعين من التاكس مختلفين عن بعض. النوع الاول هو التاكسز اون بروفيتس، لو الشخص ده كان يمتلك بروبريتورشيب اذا بنتكلم على تاكس اون نيتشرال بيرسونز، دي ضريبة الدخل بتاعه كشخص. لو كان الشخص ده شريك في partnership أو كان شغال في juridical person، يبقى إذن هيدفع tax على juridical person، دي ما لهاش علاقة. التاكس على الـ income أو الـ net profits بنشوف أنت بعت السلعة ب 100، بنشوف الكوست بتاعت السلعة كانت كام، مثلا 80 جنيه، وعندك مصاريف تانية معرفش إيجار نور مية 8 جنيه، يبقى الـ profits بتاعتك 12. ديت اللي كنا بندخلها في حسبة التاكس on the net income أو النت بروفيتس بتاعت الجوردكال بيرسون أو النيتشرال بيرسون. لكن لما بتكلم على الفات ملوش علاقة بقى، هل المية اللي انت بعت بيها ديت انت كده كسبان ولا عندك خسارة؟ ملوش أي علاقة بالموضوع. مين ملوش علاقة؟ التاكس أثورتي. أنهي تاكس أثورتي؟ مش التاكس أثورتي اللي هي بتاعت الإنكم، لا، مش مصلحة ضرائب الدخل، انا بتكلم على الـ value added tax authority. هتقول لك انت حتى لو السلعه ديت بعتها ب 10 جنيه، اهو انت المفروض تكلفتها بالنسبه لك 80، تبعتها ب 10، يقول لك ماليش دعوه ماشي، انا عايز تاكس برضه عليه. فالتاكس ديت هي تاكس بلاند، تاكس عمياء، ملهاش علاقه في مكسب او خساره، وفي كل الاحوال انت مش بتدفعها من جيبك. انت مين؟ انت الميركانت، انت التاجر. حضرتك انت مجرد ميديتور في العملية. كل اللي بتعمله حضرتك بتبيع السلعة للكاستمر، الكاستمر ده بدل ما انت عايز منه 100 هتقول له انا عايز 114، هتاخد 114 تسددها للدولة وال100 بتاعتك زي ما هي في جيبك، وبعد كده في اخر السنة تشوف قصتك مع ضرائب الدخل، القصة اللي عرفناها في سنة ثالثة او في الترم اللي فات. طيب هل في اي ريتس تانية؟ هنعرف بعد شويه ان في ريتس ثانيه، لكن خد بال حضرتك ان في ما يسمى بالريديوسد ريتس، دي مخفضه زي ما قلت، وكمان في زيرو
rates، في معدلات صفرية، وكمان في بعض السلع عليها exemptions. يبقى كده عندنا مش دايما بيكون عندنا ال 14% of the VAT، لا ساعات بيكون في عندنا less rates، ساعات بيكون عندنا zero rates، وساعات بيكون في عندنا بعض الكوموديتيز او السيرفيسز fully exempted، او بيكون بعض الجهات او الاشخاص ليهم exemptions او نقدر نقول special exemptions لوظائفهم، لمواقعهم، لاتفاقات دولية. هنعرف ده كله بالتفصيل اثناء دراستنا للمقرر بتاعنا. ال reduced rates كexamples ليها زي الماشينري او الايكوبمنت. حضرتك جبت ماشينريز او ايكوبمنت علشان تعمل لها using in the production، using in the production هتنتج بيها ايه؟ commodity او rendering of a service are subject to VAT. يبقى حضرتك النهاردة لو بتجيب بعض المعدات في فندق بتعمل عصير، بتجيب بعض الماكينات في مصنع بتصنع منتجات، المعدات او الالات اللي بتستخدمها هي فعليا بتنتج سلعة او بتساعدك في تأدية services. السلعة او الخدمة ديت subject للتاكس، يقول لك طب ما انت كده يعني بالبلدي كأنك جبتلي فرخة بتبيض ذهب، فانا هديلك هخليك تدفع على الماشينري او الايكوبمنت تاكس at the rate of 5%، at the rate of 5%. خلاص. طبعا بيقول لي بس في استثناء واحد مش بينطبق عليه التخفيض ده، اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لي السبت بتاعي، الحاجة المستثناة من القصة بتاعت ال 5%، الباسز والباسنجرز كارز. الباسز والباسنجرز كارز، الاتوبيسات، بتجيب اتوبيس حضرتك بتنقل فيه العمال بتوعك او بتشغله اي مكان، او عربيات الملاكي. قال لك لا دي قصة ما لهاش علاقة. ليه؟ بطبيعة الحال احنا فوق قلنا ان ال reduced rates مرتبطة ب equipment او machineries used in the production of a commodity or rendering of a services are subject to VAT. لكن الباسز ما هيش تصنف ماشينري، ما هيش تصنف equipment. نفس القصة تنطبق على الباسنجرز كارز. كمان بخلاف ال 5% بيقول لي في certain commodities and services listed in the first schedule attached to the value added tax law are liable to schedule tax at specific rates. القانون القديم اللي ألغي سنة 16 اللي كان اسمه ال tax on sales، ضريبة المبيعات، كان بيحط بعض الكوميديتيز والسيرفيسز هم دول السبجكت للتاكس، وما عداهم ده مش سبجكت للتاكس. لما جاء القانون، طبعا في ظل القانون الاول كان في عدد كبير من السلع والخدمات، او تحديدا الخدمات اكتر، كان اغلبها مش خاضع للتاكس بتاعت السيلز. فلما جاء قانون الفات عكس الوضع، قال لك الطبيعي ان all the commodities all the services are subject to the VAT tax أو the VAT law. الحاجة اللي أنا عايز أعمل لها exemption أو exception، سواء كانت إن أنا هعفيها أو هستثنيها من الخضوع للقانون، دي هجيب بيها clear text، هحطها في نص أقول ديت exempted، ديت exception، ديت مش عارف مالها. يبقى الأول في القانون القديم كان الطبيعي اللي مش في الاسكيديولز هو ده اللي مش سبجكت، خصوصا في السيرفيسز. على ما افتكر كان حاجه و30 او حاجه و40 سيرفيس هم اللي خاضعين للتاكس، باقي السيرفيسز ما كانش لها علاقه بالتاكس اون سيلز او تاكس اوف سيلز. لكن دلوقتي اصبح العكس، جميع السيرفيسز والكوموديتيز ار سبجكت للقانون، الا الحاجه اللي القانون حط بيها نص صريح قال لك ديت مش سبجكت للتاكس. ده معناه ان كده حتى الان عد علينا ال standard rate 14%، بعد كده في ال reduced rates، في عندنا ال 5%، وبعد كده في اسعار تانية مرتبطة بما يسمى ال first schedule. بتلاقي في حاجات باسعار ممكن 1% 2%، ممكن تلاقي بعض الاحيان يقولك اللتر جنيه، الطن معرفش 1000 جنيه، 50 جنيه، فاحيانا بتكون نسب مخفضة. الاكزامبل بالنسبه للزيرو ريتس زي
The exported commodities and the services are subject to the VAT at 0%. طبعا يعني احنا بنتكلم على الاكسبورتس، واحنا دوله بنحتاج دايما الفورين كرنسيز علشان نقدر نستورد الكوميديتيز بتاعتنا من بره زي القمح وزي الرز وبعض السلع الاستراتيجيه. وبالتالي الدوله علشان تجيب الفورين كرنسي ديت او العمله الصعبه زي ما بنسميها بتقول انا عايز اشجع الاكسبورتس. اشجعها ازاي؟ ان انا اقول اي سلعه هتتصدر بره مصر انا بالنسبه لي احط عليها الفات at the percentage of zero، ما عليهاش تاكس. هتقول طب ما كنت احطها كاكسمبشن اعفيها، لا ما ينفعش اعفيها. هتقول طب ما هي زيرو ما فرقتش زيرو من اكسمبشن مع واحد، اقول لحضرتك لا القصه غير كده خالص خالص الحقيقه. علشان تفرض تعمل imposing tax حاجة ما كانتش subject خليتها subject لازم تدخل مجلس شعب واعتماد الرئيس ويمين وشمال والكلام ده، فبتاخد وقت. لكن لما بتقول ان هي percentage معينة عايز تعمل change في percentage ديت انت ممكن تحطها zero او اي مكان النسبة وتحط في القانون ما يسمح للوزير ان هو يعدل بعض النسب خلاص لظروف معينة. هتقول لي طب برضو انا حتى الان مش فاهم، طب ما ديت فرقت في ايه؟ ما هي هي. اقول لحضرتك بمنتهى البساطة احنا دلوقتي وحالا الايام ديت في ازمة كورونا بنعيش ان كل دولة قافلة على المنتجات اللي عندها، وبالتالي في دول ممكن يكون عندها احتياجات لبعض الكوميديتيز، فالدول ديت تبدأ تغري البروديوسرز سواء كانت السلعة ديت سلع agricultural او كانت سلع مانيفاكتور ايا ما كانت، يقول لك ايه رايك انت السلعه دي بجنيه انا هستوردها منك ب 10 جنيه. فطبعا يقول لك الله حلو الاكسبورتد كوموديتيز ما عليهاش فات، ده انا كمان هصدر ابيع بسعر اغلى وكمان ما فيش اي فات ليها علاقه بالدوله فيها. يجي الوزير يقول لك لا احنا السلعه ديت فيها نقص في السوق المحلي احنا هنخلي التاكس بتاعتها 100% 200% في مرونه. يبقى دي ممكن تتحط، يمكن بتبان اكتر برضو لو حضراتكم تفتكروا حاجة زي يعني لسه سامع من كام يوم بيتكلموا على التوم، ان في بره طلب غير عادي على التوم، طلب غير عادي، ففجأة بيقول لك سعر الطن رفع معرفش كام الف جنيه في مصر. بدأت الناس تتكلم يا جماعة لو سمحتوا طلعوا التوم بره حسبة الزيرو بيرسنت، علوا التاكس واعملوا حظر على التصدير. فهنا كلمة الزيرو بتدي مرونة كبيرة جدا جدا للمينسترز ان هم يتكلموا يا وزير المالية معلش السلعة ديت احنا مش عايزينها تتصدر عشان عندنا احتياجات، وانت عارف يجي الوزير على طول يعمل increasing للبرسنتج ديت خاصة بسلعة معينة. خلاص حاجة تانية بنقول what are the general and specific place of supply rules if applicable. مين الشخص، مين الشخص اللي او المكان اللي المفروض مسؤول عن تحصيل الفات؟ هو المكان اللي حضرتك بتاخد منه الكوميديتي تشتريها او اللي بيعمل لك فيه rendering the service. فلو انا النهارده مثلا دخلت مقر شركه من شركات الموبايلات فودافون اورنج واتصالات وقلت له انا عايز خدمه معينه، عايز اشتري موبايل معين، عايز اعمل باقه معينه، يقول لي ادفع المبلغ، دايما هيكون الرقم بلس الفات. مش بعد ما امشي يقول لي انت لما تروح بقى ادفع الفات. دخلت مكان اشتري لابتوب قال لي اللابتوب ده ب 10,000 جنيه قبل الفات بس هو 11,400 بعد تطبيق الفات. هفكرك مره ثانيه ال 11,400 جت منين؟ جت لان احنا قلنا ان الستاندرد ريت ات 14%، فطبيعي ال 10,000 بلس 1400 عليها فات يبقى 11,400. فاتوره الانترنت لو حضرتك بتدفعها يقول لك الاشتراك بالباقه اقل باقه ب 120 جنيه بس فعليا لما تروح تدفع بيقول لك تقريبا 137 جنيه وكسر. الرقم الزياده جه منين؟ لان ال 120 ديت هي الاوريجينال برايس أو الستاندرد برايس اللي الشركة المصرية للاتصالات أو شركة وي بتاخده تحطها بتحط المبلغ ده في جيبها.
لكن المبلغ اللي هو المور ذان ال 120 باوندز ده بتاخده شركة وي توردوا للدولة لأن ده عبارة عن الفات، فهي بتوديه للفات authority. مين is who is required to register for VAT؟ مين المطالب إن يعمل registration للفات؟ بيقول لي any natural person or corporate body. يبقى القانون هنا ما فرقش بقى، أنت شخص طبيعي، أنت juridical person، ملوش علاقة. بس المهم تكون بتعمل ايه؟ that sells goods or renders services subject to VAT whose gross sales of taxable and exempted goods and services equals or exceeds 500,000 pounds 500,000 جنيه مصري 500,000 جنيه مصري. طب المبلغ ده المفروض يبقى يتحدد او يعني يتحقق يحصل له realization على مدار فترة قد ايه؟ بيقول لي خلال الفيزيكال يير اللي هي بتبدأ من اول السنة 1/1 لحد 31/12. ده معناه ايه؟ ان حضرتك لو شغلك على مدار السنة 400,000 جنيه اذا انت مش مطالب تعمل registration، ما عليكش اي obligation نهائيا من اي نوع. ولو الضرائب جات لك انا ما عنديش اي مشكله لو جم فتشوا عليك ولا ما عندك اي حاجه، لكن لو جم لقوا ان انت الاماونت اللي انت حصلته من الكوميديتيز بتاعتك او الجودز او السيرفيسز اللي انت اديتها للناس عدى 500,000 جنيه، هنا يعمل لك قضيه تهرب ضريبي او اللي بنسميها تاكس ايفيجن. تاكس ايفيجن تهرب ضريبي. طيب انا شغال من 1/12 دي سنة، جيت في شهر 6 وتميته ال 500,000 جنيه اعمل ايه؟ هتقول لي يبقى انا ابدا اخد اجراءاتي من السنه الجايه. اقول لحضرتك لا، حضرتك وانس ان انت قدرت او وصلت للمبلغ الاماونت النص مليون لازم على طول تجري على مصلحه الضرائب وتبدا تشوف الاجراءات، لان انت خلال فتره في حدود شهر اذا ما كانش ورقك جاهز او بلغت يعني الضرائب وبدأوا يتعاملوا معاك ان انت ليك رقم تسجيل ضريبي، هيبقى حضرتك كده برضو دخلت تحت فئة التاكس ايفيجن التهرب الضريبي. طب احنا اتفقنا ان السقف، وهنعرف بعد شوية ان في نسب تانية او المبلغ ده بيختلف حسب انت كنت تاجر ولا بروديوسر ولا انت امبورتر ولا انت وضعك ايه يعني. لكن اللي بنتكلم عنه هو الماندوتري ريجستريشن في الفات. هل في حاجة اسمها فولانتري ريجستريشن؟ حضرتك تستطيع تعمل فولانتري لان ليه بعض البنفيتس، ليه بعض البنفيتس. فبيقول لي حضرتك سواء كنت شركة في مصر او شركة يعني برا مصر ليك بعض الاكتيفيتيز في مصر تقدر تعمل فولانتري ريجستريشن. يبقى مين اللي ليه voluntary؟ هو الشخص سواء كان natural او كان juridical بس ما وصلش السيلز بتاعته او الريفينيوز بتاعته in total سواء كانت من السيرفيسز او الكوميديتيز ما وصلتش لنص مليون، لان اكتر من نص ما بقاش voluntary بقى mandatory. لكن لو اقل في voluntary علشان في benefits كتيرة جدا هنعرفها بالتفصيل فيما بعد. طيب حاجة مهمة جدا جدا، is VAT grouping possible؟ is VAT grouping possible؟ يعني النهاردة لما بتكلم على شركة holding وبعض subsidiaries بتوعها، شركة holding وشركات subsidiaries، شركة قبضة وشركات تابعة، هل ينفع دول يعملوا رقم تسجيل واحد يسجلوا مع بعض؟ يعني نجمع ونقول يا جماعة أنا عندي أربع شركات تبع الشركة الأولى، أنا كده كده متعدي النص مليون، عملت إيرادات 2 مليون فأنا مسجل، طب خلاص كده أسجل الأربع شركات التابعين معايا؟ لا حضرتك ده مش مسموح، لأن هم فعليا شركات subsidiaries لكن من ناحية القانونية هم يعتبروا independent، كل شركة مع نفسها. كذلك لو حضرتك
الشركة الهولدينج بتعمل شغل في السنة بمليون جنيه، فبالتالي هي عملت ريجستريشن. لا، عملت بقى المرة دي شغل بتاعها 200,000 جنيه. طبعا ده اكزامبل ممكن يكون افتراضي، لان اي شركة هولدينج مؤكد ان هي شركة ضخمة وعندها ارقام كبيرة جدا، فاكيد هي مسجلة. لكن خلينا نتكلم باي ديفولت، يعني حاجة افتراضية عندها الريفينيوز بتاعتها 200,000 جنيه على مدار السنة، وعندها 4 شركات تابعة كل شركة عاملة 100,000 جنيه. هتقول لي بس احنا كده كجروب مع بعض عملنا 600,000 جنيه، اذا احنا تخطينا الريجستريشن ليميت. اقول لحضرتك برضه ما ينفعش، لان كل شركة بيتبص ليها بشكل individually. انت كشركة الريفينيوز بتاعتك 500,000 في اكثر، حلو سجل. انت كشركة لوحدك اقل من 500,000، لا مش مطالب. بس لو انت عايز تسجل فولانتري مفيش مشكلة، اهلا وسهلا بيك. هنعرف بعد كده ان في حاجة بتخليك تروح تسجل، بنسميها الخصم الضريبي، هنشرحها بالتفصيل في موضوع لاحق. هنبدأ نتكلم النهاردة على الـ taxable commodities and services. الـ taxable، احنا جاوبنا على أسئلة كتيرة جدا في السلايدز اللي فاتوا. هنبدأ نتكلم دلوقتي على الـ chapter number 1 اللي بيتكلم على الـ taxable commodities and services. ده موجود اللي هو عند حضراتكم chapter 1 اللي هو موجود عندكم في page 1، أول صفحة في الـ second part من الكتاب بتاعنا. هنبدأ نتكلم مع بعض في بعض النقاط هناك. في الـ first page بيتكلم، بيعرفني يعني اللي احنا قلناه بس بطريقة تانية. المهم بيقول في آخر الصفحة، احنا قلنا أي services أو أي commodities بتعتبر subject للتاكس، لكن بيقول لي خد بالك ان the word services means anything other than a commodity. يعني اي حاجة متصنفش انها commodity لا، يبقى تصنف على طول ان هي ايه؟ service. بيقول لي سواء كانت local or imported. هتقول له في حاجة في السيرفيس اسمها imported؟ حضرتك في حاجات اسمها imported. انت لما تتكلم على شركات زي الجيل الخامس، طب ما دي كلها تكنولوجيا imported بالنسبة لنا. لما تتكلم على شركة زي جوجل، الشركة دي مش موجودة، هي موجود ليها مكتب اقليمي في مصر، خلاص. يبقى انت في خدمات كتيرة شركة جوجل بتأديها الحكومة المصرية، الخدمات ديت فعليا بتعتبر imported لان التكنولوجيا دي اصلا مش عندنا. حاجة زي شركة مايكروسوفت بتبيع ال برودكتس بتاعتها، سواء الويندوز او الاوفيس او اي برامج تانية بتبيعها في مصر، طب ما دي تعتبر بالنسبه لنا امبورتد سيرفيسز، لان دي طبعا مؤكد يعني دي ما تعتبرش كوميديتيز. الكوميديتي لازم تكون حاجه ملموسه وبتستخدم على وضعها، لكن انا النهارده جايب سوفت وير هستخدمه ازاي في جوه السي دي، لازم احطه في اللاب او الكمبيوتر بتاعي واستخدمه، فيصنف زيه زي كارت الشحن، ده يصنف ان هو service rather than ان هو commodity. بيقول لي بس خد بال حضرتك ان the following acts shall not be considered taxable services. مش كل service تقدر تقول ان هي taxable subject to tax. بيقول لي the works performed by an employee for the employer in exchange for a pay as per the work or employment contract. يعني حضرتك النهارده انا شغال في الجامعه، ما ينفعش ان الجامعه تعتبر ده حاجه سبجكت للفات، لا دي قصه مستثناه. علاقه العمل ملهاش اي علاقه اطلاقا فيما يتعلق بالفات. بيقول لي كمان ال works provided by general partners in partnerships as per the contract of the company. ثلاثة مننا عاملين partnership مع بعض، واحد فينا بيدير الشركة بنفس الفكرة دي، علاقة work، فما ينفعش ان هي تكون subject للفات. طالما الموضوع في علاقة work يبقى ديت ما هياش subject للتاكس. لكن انا النهاردة عندي مشكلة في التليفون ولا تصلحها في التوكيل بتاعه، هل الموظف اللي في التوكيل يعني بيفترض معايا ان احنا
التليفون باظ بره الضمان، هل الموظف اللي في التوكيل شغال عندي؟ لا. فالعلاقه اللي بيني وبين الموظف اللي هناك مش علاقه عمل، ما فيهاش اي نوع من الورك. فالخدمه اللي انا بأديها هو مجرد بيؤدي الخدمه، خلاص هو مجرد مؤدي للخدمه، وبالتالي هو مش شغال عندي. فالفلوس اللي بدفعها للشركه دي سبجكت للفات، فاهمين الفرق؟ لكن انا النهارده بدير شركتي، انا ما فيش علاقه بيني وبين الشركه، ما فيش، لا دي علاقه شغل، انا شغال في شركتي او واحد شغال في شركتي، لكن الموضوع بيكون في البارتنرشيبس ليه منظور مختلف، او لما يكون في علاقه عمل، عن ان انا رايح اطلب خدمه من مكان ماليش اي علاقه بيه، الا ان انا رايح اخد خدمه وبعد كده علاقتي بيه يعني مش هتكون متواصله. الحاجه اللي بعد كده، الworks conducted by representation, communication, technical or scientific offices established under the law on joint stock companies, partnerships limited by shares and limited liability companies of their respective companies abroad within the amounts these offices receive to cover the cost of their work. يعني باختصار، الشركات اللي بتنشأ أو بيتم تأسيسها تحت القوانين بتاعتنا في مصر، سواء ما يتعلق بشركات الأموال مساهمة أو شركات الأشخاص أو شركات المسؤولية المحدودة، لو كان في أنشطة تمثيل أو في زي علاقة وكالة شركة برا مصر، الشركة ديت ليها شركة في مصر في بينها كوميونيكيشن، أو إن هي بتمثلها بشكل تجاري أو بتوفر خدمات الدعم الفني والسبورت، فبطبيعة الحال بيكون فيه هنا مقابل. المقابل ده الشركة دي اللي شغالة في مصر بتشتغل مع الشركة اللي بره بتديها فلوس، الفلوس ديت ما هياش subject للتاكس، ما هياش subject للتاكس. الحاجة اللي بعد كده، public services rendered by government entities، الجامعة بتأدي حاجة خدمة دي ما فيهاش VAT، الشهر العقاري بيأدي حاجة خدمة ما فيهاش VAT، السجل المدني بيطلع لك البطاقة ما فيهاش VAT، وهكذا. اللي بعد كده، lending operations carried out between holding اللي هي parent companies and their subsidiaries or carried out among each other. لو شركة قابضة بتسلف الشركات السبسيدرز بتوعها، او العكس عمليات اقراض، قال لك لا دي ما هياش سبجكت للذات، كانها حاجه كده بين اب وعياله، ما دي جوه البيت ما حدش ليه علاقه بيها من الناس اللي بره. الحاجه الاخيره، التريدنج ان شيرز اند اذر سيكيورتيز، حضرتك بتتاجر في الاسهم، بتبيع بتشتري، ما فيش حاجه اسمها السهم ب 5 جنيه استنى اما نحسب الفات 70 قرش ادفعها، لا بيكون السعر ما عليهوش اي نوع من الفات. هنبدا نتكلم على البريسكرايبد اكزيمشن. البريسكرايبد اكزيمشنز اللي هي الاعفاءات المنصوص عليها في القانون. الاعفاءات اللي فيها كذا نوع، اول نوع هي الاعفاءات شخصيه، هنعرف بعد كده ان في حاجه اسمها اعفاءات عينيه. اول حاجه الاعفاءات الشخصيه، بيقول لي الايتيمز بيلونجينج تو فورين diplomatic items belonging to foreign diplomatic. بنتكلم هنا بقى على الناس اللي شغاله في المجال الدبلوماسي، سواء في الامبسز او في الكونسليت. الناس دي وضعها بيقول لي اي items الناس دي بتشتريها، ركز في اللفظين عشان الاثنين حاجتين غير بعض بس بيخضعوا لنفس التريتمنت. لو which are purchased or imported، سواء مشتريها يبقى يفهم ان مشتريها في السوق المصري او كانت مستورده من بره مصر، ده بالنسبه لمين؟ للناس اللي هم الفورين ديبلوماتيك، سفير الدنمارك في مصر، القنصل البريطاني في مصر، ما اعرفش السفير الامريكي في مصر، ده اللي بنتكلم عنهم الناس اللي شغاله في المجال الدبلوماسي. قال لي بس بشرط ان تكون السلعه ديت سواء purchased or imported for personal use by members of the foreign diplomatic and consular corps.
يبقى لازم تكون الناس دي فعليا ناس شغالة في المجال الدبلوماسي والقنصلي، ويكون الحاجات ديت للبيرسونال يوز. ما تجيش تقول اصل السفير ده شغال بيتاجر في مصر، لا دي قصة تانية، ده قصة تانية. ونشوف بقى اصلا اذا كان ده القانون ينفع ولا ما ينفعش. طب فرضا ينفع، ده موضوع تاني. اللي يقول له لا انت عليك فات ليه، ده اصبح out of the personal use. يبقى شرط الاكزيمشن هنا انها تكون لل بالظبط كده البيرسونال يوز. قال لي بس مش مطلقه، قال لي البيرسونال يوز سواء للشخص او لل وايفز بتاعهم الزوجات بس والاولاد القصر الماينور، بس في شروط. اول شرط يكون فيه ريسيبريكال تريتمنت. ريسيبريكال تريتمنت دي حاجه دايما بتتكرر في العلاقات الدبلوماسيه، يكون في علاقه متبادله او يكون في معامله متبادله. ريسيبريكال تريتمنت، السفير الامريكي احنا عاملين اتفاق مع السفاره الامريكيه في مصر ان احنا نعفي الاعضاء بتوعها من اي فات فيما يتعلق بالكوميديتيز او السيرفيسز الخاصه ب الافراد البيرسونالز والبيرسونال والوايفز بتوعهم والماينور تشيلدرن. نفس المعامله هتحصل مع السفير المصري الموجود في واشنطن. يبقى ديت بنسميها الريسيبريكال تريتمنت. لو ده مش مستوفي يقول لك لا اسفيد، يبقى اي حاجه تخضع ليه، انت بتذل الناس بتوعي يا عم عندك في بلدك، يبقى انا النهارده برضو هعامل الناس بتوعك بنفس المعامله وهخليهم سبجكت للفات عندي في مصر. الحاجه الثانيه او الشرط الثاني، خد بال حضراتكم لازم تكون الشروط ديت مجتمعه مع بعض. الشرط الثاني الفورين ديبلوماتيك must be duly recorded in the rolls issued by the Ministry of Foreign Affairs. لازم يكون الشخص ده معتمد في سجلات وزارة الخارجية. ان الراجل ده فعلا شغال عندنا في مصر. الدليل مجاز الراجل ضرب كارت دبلوماسي بيقول لك انا راجل دبلوماسي. ضرب باسبور، يبقى لازم نشوف سجلات وزارة الخارجية علشان نتأكد ان ده مسؤول معتمد في الحبل الدبلوماسي او السلك الدبلوماسي. Number 3 الapproval of the exemption application by the head of the diplomatic or consulate mission. يعني اختصارا النهاردة انا شخص شغال في السفارة الفرنسية في مصر، فانا جايب عربية من مصر او مستوردها من الدولة اللي كنت فيها خدمت فيها اخر فترة، لازم ده يتم بعلم السفير، لازم السفير نفسه يديني موافقة ان انا اجيب السلعة دي. ده المقصود هنا. وبالتالي لازم السفير كمان يخاطب وزارة الخارجية المصرية ان هو موافق او هو عنده علم بان الموظف ده اللي في الكونسوليت او الانبسي فعلا هيجيب السلعة ديت بعلم السفير او القنصل. كمان بيقول لي ايه، the exempted items shall not be disposed for other than the purposes of which it was granted during the following 5 years. يبقى دايما اي سلعه بتاخد الاكزامبشن بيكون عليها ليميتيشن تايم او تايم ليميتيشن، ان انت حضرتك بتجيبها بتقول بيرسونال يوز خلاص، يبقى انت ازاي هتجيبها النهارده تبيعها بعد اسبوع، يبقى لازم يكون عليها ليميتيشن، ممنوع تتباع لمده 5 سنين. طيب بعتها قبل ال5 سنين، يعني عدى 3 سنين الموظف قال لك يا عم انا عايز اغير واجيب عربيه احدث، اجيب ما اعرفش ايه احدث، يبقى هنا هنرجع بقى التاكس الفات تدفع. هتقول لي بعد 3 سنين، لان هو حضرتك تقدر تقول ان بيمضيك على تعهد ان انت ما تتصرفش فيها. بالظبط زي كده سيارات المعاقين لما يقول لك فيها حظر بيع لمده 5 سنين، وطبعا دايما يكون متبلغ في كل السجلات المدني او اسف الشهر العقاري. وبالتالي لو رحت حضرتك تبيع هتلاقي المركبه ديت متبلغ عنها ومعروفه في المرور وفي الشهر العقاري، يقول لك استنى فين الضرائب بتاعتها، دي كان فيها اكزامبشن علشان دي الشخص ديسيبل. لكن النهارده الشخص الديسيبل ده هيبيعها، لا يبقى الشخص اللي بعديه مش من حقه يتمتع بالاكزامبشن طالما ان هي قعدت اقل من 5 سنوات. الحاجه الاخيره بيقول لي the number of cars covered by this exemption shall be one car only. يبقى البيرسون الواحد ليه ماكسيمم عربيه، ما ينفعش بقى تقول اصل انا لازم يبقى عندي عربيه بيتي وعربيه برتقالي وعربيه بطيخي، ما ينفعش، ده اكزيمبشن فطبيعي ان يكون فيه قيود عليه، في ريستراكشنز عليه.
فبيقول لي لكن finance minister in agreement with foreign minister is authorized to increase this number. لو هم عايزين بقى خلاص احنا بنتكلم في الستاندرد، لكن هم لو غيروا خلاص في agreement هم يعملوا اللي هم عايزين. يبقى ده الايتيمز دي شفناها بشكل عام، دي متعلقة بالفورين ديبلوماتيك، بالفورين ديبلوماتيك بشكل عام. بعد كده بنتكلم على الايتيمز belonging to foreign employees in embassies and consulates. هنا مش بتكلم على شخص دبلوماسي، مش بتكلم على السفير، مش بتكلم على القنصل، مش بتكلم على السكرتاريال اللي هم الدبلوماسيين، لا انا بتكلم على الموظفين اللي ممكن تعتبرهم موظف مدني بس جاي من بلده، من فرنسا، من بريطانيا، كان هناك واحد شغال في وزارة العدل هناك، شغال في جامعة، شغال في مدرسة، شغال في مجلس محلي، اي مكان، قالوا له ما تروح تمسك الاداريات بتاعة الفرنسيين في مصر. يبقى ده شخص just employee لكن هو شخص دبلوماسي. بيقول لي برضو items which are imported for personal use for personal luggage, furniture, household applicants, and also when used the car for each foreign employee working in the diplomatic or consulate missions who aren't making benefit, who aren't making benefit the exemption before. يبقى ما ينفعش شخص يجمع بين الاثنين، فعلشان كده بقول لحضرتك ان الايتم الاول خاص بالدبلوماسيين نفسهم، وبالتالي مفيش مجال، يعني ما يجيش بقى السفير يقول لك ايه اما اشوف نفسي يمكن انفع ادخل في البند ده، اقول له لا، البند ده خاص بالموظفين اللي عندك في الامباسي مش الدبلوماسيين. بيقول لي الناس ديت فيها اعفاء بس في شروط لازم يتم اتباعها. الشرط الاول the items shall be imported within 6 months as from the arrival of employee enjoying the exemption. حضرتك المفروض كنت تخدم في سفارة تانية، او حتى لو لسه جاي تخدم اول مرة في الخارجية بتاعت بلدك، اكيد محتاج الحاجات دي اول ما بتيجي. يعني انت هتقعد 6 شهور ازاي، هتعيش فين؟ فبيقول لك لازم اول 6 شهور، ده بيبين اذا كنت فعلا محتاج السلعة ديت ولا لا. طب عدى 6 شهور القانون بيقول خلاص انت تعتبر استقريت، اذا مالكش حق في الاكزامبشن. طب لو جبتها بعد 6 شهور، لو جبتها بعت انا هجيب الفرش اللي في شقتي اللي كانت في باريس، يقول لك لا والله معلش اسفين دي سبجكت للتاكس، يقول لك انا موظف دبلوماسي او في السفاره، يقول لك اسفين الكلام ده كان اول 6 شهور، انت قعدت 6 شهور ما جبتش حاجه، يبقى انت اتصرفت، الحاجات دي دلوقتي هتجيبها ليه؟ لا كده يعتبر عمليه امبورت سعديه، وتدخل في حسبه التاكس على السلع سواء كانت فيرنيتشر او كارز او وات ايفر. النقطه الثانيه بيقول لي الابروفال اوف ذا اكزيمشن ابلكيشن باي ذا هيد اوف ذا دبلوماتيك اور كونسليت ميشن. دايما دايما لازم اي حاجه زي كده السفير او القنصل يقدم طلب لوزاره الخارجيه المصريه. الحاجه الثالثه the exempted items shall not be disposed for other than the purposes for which it was granted during the following 5 years to the date of granting the exemption. كالعاده هتلاقي دايما حاجه الاكزيمشنز هنا للاغراض ديت كلها، سواء كانت موظفين او الحبل السلك الدبلوماسي، دايما هتلاقي ان الاعفاء مرتبط بالبيرسونال يوز. فبيقول لك انت البيرسونال يوز بيقدروه بخمس سنين، لو بعد الخمس سنين بعت خلاص انا ما الحاجه ادمت عادي بيع، ما فيش مشكله بالنسبه لي، لكن قبل كده لا، ما انت ممكن لو قلت لك براحتك هتبعت تجيب عربيه تقول ده انا دبلوماسي، فبالتالي مش هدفع جمارك، مش هدفع معرفش ايه، مش هدفع معرفش ايه، اجيب عربيه من بره بسعرها 100,000 جنيه ابيعها في مصر ب 200,000 جنيه 250,000 جنيه، والشهر اللي بعده اجيب عربيه تاني وانا قاعد في مصر كموظف دبلوماسي اكسب لي كل شهر 100,000 جنيه ولا 150,000 جنيه. لا مش ده المقصود. الاكزيمبشن هنا اللي في القانون مقصود بيه ان هي الحاجه اللي تعمل لك فاسيليتنج للشغل بتاعك، لكن ما هياش اي نوع من التريدنج. انت دبلوماسي او موظف في سفاره مش من حقك اصلا تزاول اي عمل كوميرشال او اندستريال. في
الحاجة اللي بعد كده اللي هي الـ items belonging to foreigners of standing. ديت يعني مش هنركز عليها. النقطة اللي بعدها بيتكلم على الـ personal items and effects of non-commercial quality. في بعض المتعلقات الشخصية ما هيش تجارية بس هي تعتبر سلعة. الطبيعي ان اي commodities بتكون subject للفات. بس هو هنا بيقول لك هي المفروض ديت عبارة عن commodities بس هي personal items. واحنا عشان كده عملها exemption. طيب ليه والمين؟ اي حد مش لازم بقى ماليش علاقة بقى دبلوماسي، مواطن عادي، اجنبي، مصري، ايه الحاجات دي بقى؟ الحاجات دي بيقولها لي الـ personal items، بيقول لي تشمل ايه؟ decorations، الاوسمة، decorations الاوسمة، انت رحت اتكرمت خدت جايزة، خدت ميدالية، خدت حاجة من ذهب، لوحة من ذهب، تكريم لك على أي حاجة. لا دي تعتبر نوع من الوساب، دولة أجنبية كرمتك أو جامعة أجنبية كرمتك، دي ملهاش تاكس. الميدالز and sports and scientific prizes، حضرتك رحت شاركت في بطولة كرة قدم، كرة سلة، بطولة عالم، أولمبياد، خدت ميدالية، لا دي exempted من التاكس. رحت مؤتمر خدت scientific prize، خدت الجايزة على 100 أحسن رسالة دكتوراه، أحسن بحث في المؤتمر، جايزة على اكتشاف، ده كله exempted رغم ان انت معاك سلعة، السلعة دي عبارة عن ميدالية او كاس او اي مكان شكلها ايه، لكن هي exempted علشان هي تعتبر نوع من التكريم. قال لك لا ديت exempted، ما ينفعش ان هي تكون subject للتاكس. النقطة اللي هي 215 اللي هي personal luggage belonging to passengers coming from abroad. حضرتك كنت برا مصر وراجع معك شنط فيها حاجات، قالك والله ديت في العادي مش بتبقى subject للتاكس إلا لو كانت فيها سلع كتيرة، فيها سلع كتيرة بتتخطى الحد اللي الضرايب عاملاه من اللي بيسموها الكاستمز exemption اللي هو الإعفاء الجمركي. طبعا يعني في العادي الضرائب او الجمارك مش بتركز الا مع الناس اللي تلاقي ده كان لسه بره يدوب مسافر قعد اسبوع ورجع ومعاه شنط كتيره تقول لك لا تعال انت ايه اللي جايبه. يعني هنا بقى القصه ملهاش رول، ده قصه قايمه على الحظ. ممكن تكون جاي في الشنط بتاعتك سلعه ب 100,000 دولار بس الكاستم اوفيسر ما يوقفكش فتعدي، ولو اتمسكت تقول لك لا تعال ده عليك هنا ايه جمارك، وطالما دفعت جمارك يبقى تخش على طول وراها تدفع ذات. بعد كده ندخل، احنا اللي خدناه ده كله كان personal exemption، دلوقتي ندخل على qualitative exemption اللي هي الاعفاءات النوعية. يعني مكان معين بياخد exemption علشان هو مكان اسمه كذا. اول حاجة بيقول exemptions related to entities. اول حاجة فيها embassies، الليجيشنز، الكونسليتس. الامباسيز عارفينها اللي هي السفارات، الكونسليتس القنصليات، الليجيشنز اللي هي المفوضيات، يقول لك مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين، ده بيكون مكتب، المكتب ده بيكون فيه بعض الامبلويز، فبيكون فيه بعض الاستخدامات بتحصل داخل المؤسسات دي. فبيقول لي the items which are purchased or imported for embassies, legations and consulates for official use are exempted from the tax with the following conditions. كالعادة أول حاجة reciprocal treatment، لازم يكون في معاملة متبادلة مع أي مؤسسة مصرية في الدولة دي. بالنسبة لحاجة زي الـ UN United Nations والمؤسسات التابعة ليها، طبعا أنا ما عنديش حاجة دولة اسمها الأمم المتحدة، لكن بيكون في اتفاق يعني مع الأمم المتحدة على أن كل الأجهزة أو الوحدات التابعة ليها بتخضع بإكزيمشن. الحاجة التانية الإكزيمشن ده not applies to
food stuffs المواد الغذائية. food stuffs المواد الغذائية. alcoholic beverages المشروبات الروحية. وكمان التوباكو أي منتجات تبغ. انت ده رفاهية يا عم، ده رفاهية، فديت ملهاش علاقة بقصة الإكزيمشن. بعد كده بيقول لي الشرط الثالث approval of the exemption application by the head. كالعادة لازم السفير أو القنصل يوقع بعلمه إن حصل ده في القنصلية بتاعته أو السفارة اللي هو بيرأسها. الحاجة الرابعة the exempted items shall not be disposed for other than the purposes for which it was granted during the following 5 years. كالعادة الحاجة بقى اللي هنا استجدت the number of cars covered by this exemption is limited to 5 cars for each embassy or يعني هي or دي مش موجودة and 2 cars for each consulate. يبقى السفارات لأنها كيان كبير شوية بيكون لها 5 عربيات exemption، أما بالنسبة للقنصليات علشان دي بتكون مقر أو مكاتب أصغر شوية فبيقول لحضرتك إن هي 2 cars لكل consulate. فلو قلنا مثلا ان اليونان ليها سفارة في القاهرة وليها قنصلية في اسكندرية، يبقى السفارة اللي في القاهرة ليها كلها على بعض 5 عربيات للسفارة، 5 عربيات. خد بالك دول اسمهم كده للسفارة الامريكية مش السفير، لا للسفارة الامريكية، يعني ده مش بيتعارض مع البند بتاع الاشخاص اللي جوه السفارة، لا دي الاعفاء ده خاص عربيات السفارة الأمريكية مش باسم شخص، لا باسم السفارة. طب القنصلية اليونانية اللي في اسكندرية، لا دي آخرها عربيتي. طب هل الأرقام ديت فيكسد ولا فيها فليكسبيليتي؟ قال لك لا القصة كلها فليكسبل. لو الوزير بتاع المالية مع وزير الخارجية ممكن يعملوا agreement علشان يعملوا increase this number، يبقى ده الستاندرد، لكن ممكن وارد جدا يحصل اتفاق ان احنا نزود الرقم ده. الحاجة اللي بعد كده اللي فيها exemption state administrative body or units of local administration. اي donations او contributions او gifts تدخل الدولة او احد مؤسساتها او وحداتها الادارية ما عليهاش اي نوع من الفات. بيقول لي provided that issuing of a decision from the minister of finance with the concerned minister، يعني ان لازم وزير المالية يوافق يعني ان ده معفى، لكن هي طبيعة الحال التبرعات حقك لو رحت تبرعت للجامعة بفلوس دي ما مش بيقول لك هتتبرع بمية ادفع 114 عشان في ذات، لا هي بيكون في اتفاقات مسبقة، يعني هي في agreement دي فعليا مش منتظر لما انت تروح تتبرع علشان يقول لك يا ترى التبرع بتاع محمود ده عليه فات ولا ما عليهوش، لا هو بيكون معروف خلاص ان في اكزيمبشن وفي اجريمنت والوزير موقع لكل الوحدات الحكوميه ان هي ما تدفعش اي نوع من او ما تاخدش اي نوع من الفات على التبرعات، لان كده بيطفش الناس. انا الراجل ذمتي اتبرع ب 100، ايه يروح يقول لي 114 انا مش هدفع غير 100 فخلاص مش هتبرع اصلا وهمشي. الايتم اللي بعد كده الساينتفك الeducational and scientific research institutes الوحدات أو المعاهد البحثية ممكن تعمل import لبعض الايتمز مواد معينة أو بعض الديفايسز معينة علشان تستخدم في الشغل بتاع الجامعة، الشغل بتاع مستشفيات الجامعة وهكذا، الشغل بتاع ورش هندسة. في الحالة دي تقولك لا دي طالما أنها جاية الeducational purposes جاية scientific purposes ديت أنا كدولة ما باخدش عليها أي نوع من الفات. ليه؟ هي أصلا ديت ما فيش وراها مكسب، ده مجرد شغل للresearch أو educational purposes. الحاجة اللي بعد كده national defense and security bodies كل ما يتعلق بوزارة الدفاع والأجهزة السيادية ما عليهوش أي نوع نهائيا من التاكس نهائي، اي مكان الغرض من هذه السلع كانت equipment كانت raw materials كله 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 معلوش اي نوع من الفات.
الحاجة التالتة والأخيرة بقى، احنا شفنا في exemptions خاصة بالpersons، في exemptions خاصة بالentities، دلوقتي بنشوف الحاجة الأخيرة exemptions related to certain commodities. السلعة بقى نفسها، يعني السلعة نفسها قد تكون في الأصل subject للtax، بس لما كانت بتروح لمكان معين السلعة دي كان معلهاش tax، زي ما شفنا في حالة السفارات، القنصليات، المراكز البحثية وهكذا. أول حاجة في الـ exemptions ديت بيقول لي samples consumed for purposes of analysis. المعمل بيجيب معمل، مش هسمي أسماء معامل، يعني كلنا عارفين معامل التحاليل الطبية، بتجيب مواد معينة عشان تستخدم في التحاليل. بيقول لك ديت هي بتاخدها علشان تعمل شغل، بتاخدها علشان تعمل بيها شغل، خلاص. بيقول لك طيب هل هي سبجكت للتاكس؟ قال لي والله هو الطبيعي ان هي سبجكت، الطبيعي ان مواد التحاليل سبجكت، بس لو انت جايب سامبلز فيها كلام، لو انت جايب سامبلز فيها كلام، يعني ايه سامبلز؟ يعني انت جايب عينة علشان تطبق بيها حاجة معينة. قال لي اول حاجة السامبل ديت must be analyzed in the governmental laboratories. governmental laboratories معامل الحكومة. يبقى استبعد اللي لسه بقول عنهم، لا دول مش تبع الموضوع. زي ما دلوقتي سامعين ان وزارة المالية، اسف وزارة الصحة والتعليم العالي جابت بعض الادوية عشان تعمل تجربة على علاج فيروس كورونا، هدي سامبلز. مين بيستخدمها؟ الدولة. يبقى الادوية دي بتيجي من برا، او الماتيريالز الرو ماتيريال بتاعتها بتيجي، لا دي مالهاش علاقة بالتاكس. ليه؟ لان هي جاية على معامل الدولة، مش المعامل التجارية التانية اللي احنا كلنا عارفينها. الحاجة التانية a certificate must be submitted from the laboratory stating that an analysis was made and that the sample was consumed for this purpose. لازم معمل وزارة الصحة او وزارة التعليم العالي او وزارة الصناعة او وزارة الانتاج الحربي يطلع شهادة، يا جماعة احنا كنا جايبين السامبل ديت علشان غرض بلا بلا بلا، وبعدين والله وصلنا لكذا 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 واستخدم في الغرض اللي احنا كنا جايبين السلعة او السامبل علشان. يبقى هنا الاعفاء مش للمواد اللي داخلة في التحاليل، لا السامبل او الاجزاء الصغيرة اللي بتدخل في التحاليل. النقطة اللي بعد كده الـ supplies imported from abroad without value. دولة أو جهة أجنبية ادت حضرتك سلعة، السلعة ديت وهي داخلة مصر كان عليها VAT، السلعة ديت لما جت مصر طلعت بايظة، فحاجة من اتنين، يا إما هترجعها للي برا يا إما هتخليها وتقول له معلش ابعت لي another unit. هنا بقى اليونت اللي جاية لي ما عليهاش أي نوع من التاكس. ليه؟ لأن هي فعليا بتيجي عشان تعمل فيكس أو فيكسنج لمشكلة سلعة سبق وجت. مرة تاني، يبقى أنت النهاردة مثلا مستورد من بره 100 لابتوب، المية دول طلع فيهم 2 بايظين، ممكن تبعت الاتنين البايظين للي بره عشان يدولك 2 مكانهم، او يكونوا اتحطموا ويتبعت لك 2 مكانهم، بس انت دافع اصلا ذات على الشحنه اللي ب 100. يبقى هنا بتيجي من بره الشركه كانها نوع من الضمان، بتقول لك لا والله انا كده هبعت لك 2 لابتوب مكان اللي باظوا او فيهم مشكله، فدول بييجوا بالنسبه لنا ب without value او zero value. اذا الدوله تقول لك انا ما اخدش تاكس، لان ده يعتبر نوع من الريبليسمنت لسلعه كنت سبق واخدت عليها فات، رغم ان هي السلعه حصل لها نوع من الدمج. الحاجة اللي بعد كده الـ items exported abroad then re-imported. items exported abroad then re-imported. بيقول لي items for which the tax had been paid and exported abroad and then re-imported in the same state are exempted from the tax. يعني حضرتك النهاردة عندك سلعة، عندك سلعة في مصر،
السلعة ديت صدرتها، السلعة ديت صدرتها، طب رجعت استوردتها مرة تانية نفس السلعة ما عليهاش تاكس. هتقول لي هل ده علشان التاكس على الاكسبورتس بزيرو؟ اقول لك بنسبة كبيرة. طب فرضا مش بزيرو، حضرتك برضو لو هي فرضا التاكس على الاكسبورتس ب10%، فانت بتصدر السلعة دفعت ال10%، رجعت لك تاني برضو مش هتدفع. ليه مش هتدفع؟ لانك دفعت، فسواء كانت البيرسنتج بتاعة الاكسبورت زيرو فانت تعتبر دفعتها، هتقول ما دفعتش حاجة عشان هي زيرو. طب اللي هي 10 فانت دفعتها، يبقى لما ترجع تستورد نفس السلعة هي هي، يقول لك لا ده كأن السلعة هو استردها مرة تانية، دي قصة ما تعتبرش عملية سيل وبالتالي ما فيهاش اي نوع من الفات. بعد كده بيتكلم على الاذر اكزيمشنز ومديني التيبلز فيها ايتمز كتيرة سواء خاصة بالكوموديتيز او خاصة بالسيرفيسز، يعني حضراتكم تلقوا نظرة عليها. احنا مش هنيجي بقى نتكلم نقول في امتحان او حاجة، لو سمحت رصلي التيبل الخاص بالاكزيمشن في السيرفيسز او في الكوموديتيز، مش موضوعنا، بس تبقى فاهم. ودايما في اي كيس هتكون عارف اذا كانت السلعة ديت سلعة exempted ولا subject للتاكس. الحاجة الأخيرة في التشابتر اللي هنعرفها وننهي المحاضرة، البيج 14 التاكسبل بيرسون. التاكسبل بيرسون مين بقى؟ الشخص المكلف. هنا بنسميه مش الشخص دافع الضريبة، لا الشخص المكلف. في مصطلحات الفات في ترجمة بتكون مش حرفية، بتكون بتديني معنى معين. فالتاكسبل بيرسون هو الشخص المكلف. يعني مكلف يعني الشخص اللي لازم يعمل mandatory registration. احنا كنا من شوية عرفنا ان في mandatory registration وفي voluntary registration. انا دلوقتي بتكلم على مين الاشخاص اللي لازم يعملوا mandatory registration. اول حاجة بيقول ده طبعا ده بنص القانون، البروديوسر او التريدر او الشخص اللي بيعمل rendering a taxable commodity or a taxable service whose sale reached كام؟ نص مليون at any physical year or part thereof. يبقى زي ما شرحت من شوية، لو على مدار السنة كملت نص مليون تجرى على طول تاخد إجراءات التسجيل، تروح المصلحة وتسأل وهو يقول لك إيه اللي أنت لازم تعمله. طب عد 4 شهور من السنة لقيت نفسك وصلت لنص مليون، ما ينفعش تنتظر لحد نهاية السنة، لازم تجرى على طول برضو تشوف الإجراءات في وقتها، وبالتالي هتلاقي نفسك خلال السنة ديت أول كام شهر مش بتعمل، ما عندكش فات، وبالتالي لو عندك سلعة بتبيعها ب 100 جنيه كنت بتبيعها ب 100. وانس إن أنت أخدت ريجستريشن نمبر وأصبح واجب عليك إنك تحصل الفات، هتبيع نفس الكوميديتي ب 114. يعني شوف هيبقى عليك التزام بشكل معين، بس بأكد هتلاقي بعد شوية هنعرف في المنهج قدام شوية إن فيه بنفيتس كتيرة إن أنت تكون عامل ريجستريشن. طيب هل الرقم ده ثابت؟ بس بيقول لك في ناس تاني، فئات تاني، كاتيجوريز تانية بتسجل نفسها ريجاردلس الرقم بتاع الاكتيفيتي بتاعتها. في نمبر 2 بيقول لي الامبورتر، الاكسبورتر او الديستريبيوشن ايجنت، المستورد او المصدر او وكلاء التوزيع، اي واحد فيهم بيشتغل of taxable commodity or service، السلعة دي سلعة subject للفات، يبقى هو شغال ايه؟ importer، exporter، distribution agent، يا رب يكون الاكتيفيتي بتاعه في السنة بألف جنيه. يبقى موضوع النص مليون قاصر على البروديوسر والتريدر والrendering a taxable commodity او service، لكن بالنسبة للimporter الاكسبورتر الديستريبيوشن ايجنت ده لو نشاطه في السنه بجنيه لازم يسجل. طب ما سجلش، افتكر نفسه لازم يقعد لحد ما يكمل نص مليون، دخل في فئه التاكس ايفيجن، تهرب الضريبي. طب الفئه الثالثه البروديوسر او الشخص اللي بيعمل ريندرينج او ريندرينج للسيرفيس او بيعمل امبورتنج لكوميديتي، الكوميديتي ديت موجودة في الشكيديول attached to the law،
احنا قلنا ان في جدولين من شويه بصينا عليهم، خلاص دول حاجات او امثله للسلع اللي فيها اكزمبشن. لا، في بقى تيبلز تانية بيقول لك ديت حاجات بيفرض عليها ضريبه جدول. ضريبه جدول هنعرفها برضو بالتفصيل قدام. قال لك الجدول ده حاجات زي مثلا السكر، ده عليه حاجه ضريبه جدول. حاجات زي السجاير حاجه اسمها ضريبه جدول، يعني مش بالنسبه ل 14%، لا مبلغ مقطوع. مثلا يقول لك العلبه عليها مثلا 6 جنيه تاكس، قال لك ده لو بيبيع في السنه بجنيه ده لازم يسجل. يبقى اي حد كده التلات الثري كاتيجوريز مره ثانيه. الكاتيجوري الاولى اي شخص بيتعامل في السلعه العاديه اللي هي بالسعر العام ال 14% ده لازم يوصل 500000 جنيه. يبقى اي حد يتعامل في سلع او سيرفيسز بنحسب الفات بتاعتها على الستاندرد ريت اللي هو 14% ده لازم يسجل نفسه لما يوصل نص مليون. طب قبل ما يوصل نص مليون اكتيفيتيز بتاعته سواء كانت ريفينيوز من السيرفيسز او سيلز من الكوميديتيز يقدر يعمل فولانتري ريجستريشن. لكن لو بنتكلم لو بنتكلم على شخص بيتعامل في سلع التيبل المرفق بالقانون سواء كانت سيرفيسز او كوميديتيز، او شخص بيتعامل في سلع من برضو ال 14 اللي فوق او سلع التيبل، خلاص ايا ما كانت، بس هو شغال مستورد مصدر وكيل توزيع، لازم يسجل ايا ما كان رقم الاعمال بتاعه. لحد هنا بننهي المحاضرة. احنا كده خلصنا التشابتر نمبر 1، وتشابتر مختصر بيديني بس مجرد انترودكشن للذات. اتمنى تكون المحاضرة واضحة لحضراتكم، وان شاء الله نلتقي باذن الله في محاضرة قادمة قريبا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.